على ما يبدو فضيلة الشيخ أن هناك دول قبلت مسألة صفقة القرن، البحرين التي تقام على أرضها هذه الورشة، الإمارات، السعودية، مصر، كل هذه الدول يبدو أنها يعني موافقة على الأقل من حيث المبدأ على هذه الصفقة أو هذه الورشة، ماذا تقول له؟ بالنسبة لقضية فلسطين ليست قابلة للمبايعة والمساومة وليست موضوعة في مزاد علني ولا هي معروضة في السوق، هذه قضية مقدسة نزل بها القرآن وباقية مستمرة إلى يوم القيامة وهي غير قابلة للتفاوض أصلا، ومن ظن أنه سيبيعها ويتنازل عنها بحال من الأحوال فهو جاهل بواقع سكانها وبواقع الأمة الإسلامية وجاهل أيضا بكتاب هذه الأمة وعقيدتها، فلذلك لا يمكن أن يساوم المسلمون بحال من الأحوال على هذه الأرض ولا على أي جزء منها. أفهم من كلامك فضيلة الشيخ أن أي تهاون في هذا السياق هو من المحرمات الشرعية في الدين الإسلامي؟ نعم، من المحرمات الشرعية الكبرى في الدين الإسلامي ومن الخيانة العظمى، خيانة الأمة كلها التي يحاسب عليها في الدنيا وفي الآخرة، فمن فعل ذلك هو غادر لهذه الأمة وغاش لها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب لكل غادر اللواء عند استه يوم القيامة ينادى عليه على رؤوس الأشهاد هذه غدرة فلان من فلان، وهذه المقدسات العظيمة ستبقى إسلامية حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وسينزل فيها عيسى بن مريم حكما عدلا، ولا حق لليهود فيها ولا لمن يريد أن يجعل لهم حقا.